لو شافتني هتضربني ومعاها شغل. سناء. مين؟ روحي 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 على البيت. هايل، منظم، عندك ذوق، متشكر. انا لما جبت لك المحامين ما كانش عشان اخد رايك، جبتهم عشان ناخد القصر ليك ولبنتي. القصر هيرجع للدوله، ده قراري انا يا فاروق بيه. حضرتك عايز تجوزني بنتك، من حقك تشوفني مناسب ولا لا، لكن القصر ده موضوعي انا. مش صحيح، انا اي حد يدخل بيتي كل حاجه تخصه تخصني. وجهه نظر انا ما نقبلهاش. امال عايز تتجوز بنتي فين؟ دي مشكلتي انا وانا اللي احلها. وايه مشكلتك ان انا اساعدك؟ الطريقه يا فاروق بيه، فرض الامر الواقع. حضرتك ناسي ان انا مش موظف عندك، ولا انا شاب قابلته في جنينه قصر وقررت فجاه انك تعمله باشا، لا، ولا انا الشاب اللي ما صدق ان حضرتك تنعم عليه وتخليه جزء من كيانك الكبير. انا لو بنقبل اقل من طموحي كنت قابلت عروض كتيره قوي هتعيشني كويس جدا قصاد ان ابيع القصر. قصر ايه يا ابني؟ انت عارف انا مين وعندي ايه؟ انا ما عنديش الا القصر. تمام، ما دام عايز تمشيها رسمي انا موافق. ليك اخ اسمه اكرم، فنان رسام بيقلد لوح، تيجي انت وهو في ميعاد احدده انا تطلبه ايد سلمى رسمي، وبعدين نبقى نشوف بقى موضوع التقاليد البروتوكول والاصول ونمشي عليهم. حاضر، حاولت ابان قوي على قد ما نقدر. حسيت انه يعرف عني حاجات كتير ما كنتش احب حد يعرفها، لاني مش عايز اي معلومه تخليكي تبعد عني. انت يا سلمى اللي بقيتي اغلى من اغلى حاجه عندي، القصر. بتسافر الصعيد من غير ما تقول؟ نادرة اتجوزت. كل واحد بيكمل حياته بالطريقة المرسومة له بالظبط. يعني مفيش حد بيختار يا خديجة هاني؟ مين قال؟ طبعا بتختار، بتختار من حاجات تناسبك، غير كده لا. يوسف بيه ابن نوار باشا تعجبه نادرة بنت زكريا، حكاية حلوة بس مش أكتر من كده. ممكن بعد شوية وقت نفتكرها ونبتسم. تفضل سر بينا. من غير حتى ما نحكي الحكاية لبعض. عشان احنا عارفين انها حكاية حلوة بس خيالية مش حقيقة. والحكاية خلصت. ويوسف بيه نوار لازم يكمل حياته اللي تناسبه. قصدك المرسومة ليه؟ واللي تليق بيه
سراج باشا ونصلي هانم بنتهم كوثر زي القمر، راقية ومثقفة وبنت أصل. مامتها طارت من السعادة لما بس لمحت لها عن رغبتك في الجواز منها. وطبعا مش ناقص غير إن وافق. مش بس توافق، توافق وتتبسط وتجهز للفرحة اللي أنا مستنياها، ويبدأ يوسف بيه يخطط لمستقبله اللي أنا شايفاه قدام عينيا، وتفرح. حضرتك خططتي واتفقتي وأنا موافق. حكاية إن أفرح دي بقى سيبيها لما تحصل لوحدها. أفرح دي بره خطتك يا خديجة هاني. تصبح على خير. ما شفت السناء؟ خرجت والصبح ما رجعتش لغايه دلوقتي. راحت فين دي؟ يا دماغي نزل لكم موت ورجعت تاني. ايه دول؟ لما وجعتي تلفوا حوالين رقبتك كانوا هيخنقوكي. مش انت اخت سكينه؟ ايوه، ومعذوره واجعه في عرضك، وسكينه قالت انك ما بتكسفيش اليد. طبعا يا اختي اتفضلي ادخلي ادخلي. احكي لي عن العفاريت. ايش معنى العفاريت؟ بشوفهم. بتشوفيهم فين؟ النسوان الوحشه وتعمل الوحش وتمشي مع انجليز امي وخالتي وابويا وجوز خالتي بيموتوهم. مالك اصداف؟ في ايه؟ مالي على الله يا جاني منصور، خليني في موالي. وايه موالك؟ ما احنا لو كان لنا عايزه كان حد بلغ. اجازه مفيش شغل، النهارده اجازه. كركانة هزينه للادي، عينيكي باين فيها سر. ازاي تسلم رقبة حد بعد ما نجى رقبتك من موت؟ لو فيها رقاب تانية تموت تبقي مضطر أصداف. قلبي يحدثني بأنك متلف يا ابن اللذين. خير يا غم؟ هنروح مشوار. نروح. اللهم صلي على صاحب الطيب. امسك هدية. الله، ده حلو قوي. شكرا. تهاد وتحب. والله المفروض انا اللي كنت اجيب لك هدايا. طب هعمل ايه طيب؟ ما اللي بيحب التاني اكتر يا هدي. ايه الاحراج ده؟ انت ازاي كده؟ وانت سهران لوحدك وسط عفريت القصر هتلاقي الدنيا بتحلو معاك. مفيش احلى من كده. المكنه طلعت قماش؟ ايوه كده غزلني. ما بنعرفش، بس انا مبسوط وحاسس وانا معاك اني مش عايز حاجه من الدنيا. يا جمال امك. طيب افرض يا سلمى ان انا طلعت وحش. وانا مالي يا عم منهم؟ أنا مالي بجد؟ أنا عيني مش شايفة إلا الحلو اللي فيك. متقلقش. أقلق من إيه؟ حتى لو طلعت وحش ربنا هيحليك في عيني لأنك حبيبي. ده أنت اللي حبيبتي. مدد مدد، شفت الحب بيحلي إزاي؟ اشتغل أنت بس على الصبحة. ما سألتيش يعني هروح فين؟ وأسأل ليه؟ مش أنا معاك خلاص. كمل ولا أدخل يمين؟ لا خليكي زي ما أنت على طول. الأب عامل إيه معاك؟ أبوكي؟ أيوه حماك. صعب قوي. زعلك؟
محدش يقدر يزعلني. لا بس الأب قوي، فاروق بيه قوي، وأنا مش ضعيف. مالك يا حرمة؟ واقفة تتلفتي ليه؟ أنا عايزة الظابط. وأنا مش مالي عينك؟ لا أنا عايزة ظابط. يخرب بيت ملفظك، يا تقولي يا تروحي تخفي من هنا، لأحسن بيخطفوا الحريم السايبة بتطلع بره بيتها. مين دي اللي سايبة؟ ما تلم روحك. مين يلم روحه يا مرة بره بيتها؟ يا سيدنا الظابط، يا سيدنا الظابط، أنا في عرضك، أنا في طولك، انجدني. عايزة إيه؟ أنا نعرفه مين اللي بيخطفوا الحريم. أيوه على المرصح، الحلم بيتحقق يا بحر. طب يا اخويا لما الخواجه كرياكوس يوافق الاول ونقول له كلام يصدقه؟ ده احنا داخلين عليه ابيض يا ورد، ما حلتناش حاجه غير ال 100 جنيه دي يا وديه. 100 جنيه ايه؟ انا كفاني معايا علي بحر، الفن كله اجسامه البغالي واحلامه العصافير، ابابلني هيوافق ونص وثلاث ارباع، وهنبقوا نفكروك يا شيخ زهار. محدش يقدر يقول الحلم لا يا زهار. هذا ليس حلما يا علي، ده كابوس، ويا رب تصحوا منه. شفتك منه تمهله. حسبنا الله ونعم. ايوه انا اللي ايوه كنافه الورقه واحده جوه. اه راحة يا جدع من غير زغد. تقتل الحريم ومش عاجبك الزغد يا مرة؟ حريم بطالة بقى عشان افهم للانجليز، ولو ريش هتبتدي يا حي. انت اللي صباح مسكين. ده انا نجت روح من الموت، ده شزعتي مش مسامحاكي اليوم الضيق. سيبني يا جدع، سيبني بقول. وضعتينا حاجة تفوح علينا فضك يا سكينة. متى القلب اللي حن يشوف غير الحزن يا بنت أمي وأبوي؟ ما تسيبينيش يا خالة أصدف مع العفاريت جوا. يا خواجة أنا بدي نعبروا لك عن مكنوني. زي ما في يعقوب صنوع قالوا عليه مولير مصر، أنت قدام شكسبير مصر. ومعايا مزيكات يتقل من موتسارت وبيتهوفن. ما تتمرعش قوي كده. يا خواجة احنا عايزين نقدمه مرسح حلو، نعمله فيه روايات تسلي الناس وتبسطهم بس. انت قدام الفن كله، الفن لو طلع له راس ورجلين يبقى علي بحر والبساطي. لو بقيت معانا هيجيلك فلوس من ورانا في شويلة وعبي وشيل، وسلام له تجرب. انا مش يفرق معايا مولير ولا شكسبير ولا موتسارت، أنا يفرق معايا سباك تذاكر جمهور، لكن شكسبير ده خرب بيوتي حبيبي. مولير وشكسبير دول في الدماغ خواجة، لكن اللي هيطلع على المرصح كل العلاطة هزل وهلس وفرفاشة وضحك، ويا سلام لو تشوف. اسكت اسكت يا خواجة، احنا عايزين نقدمه حاجات من نواحينا احنا، حاجات من ألف ليلة وليلة، والمقامات حاجات شرقي. هز عوالم وهنك ورنك في الحلو منه. هنك ورنك وعوالم يا نجس. انا كده مبسوط. يعني نمضوا الكونتراتو؟ لا، الشيخ سيد درويش وسيبيديا خيري كان هنا امبارح وكنا واقفين على امضة الكونتراتو. اه، واحنا هنروحوا فين فيهم؟ بالاذن يا خواجه. بالاذن مين؟ احنا اولى يا خواجه، السبديع والشيخ سيد على راسي من فوق، لكن احنا ارتست راس تاني، لا لينا في السياسه ولا بلح زغلول ولا دياولو. عيني اختشي يا بساطي، دول مهما كان اكابر في الكار. لو هيكسبوك قرش هنكسبوك عشرة. سياسه بلح زغلول تقصد ايه؟ شغلهم ضد الانجليز، لكن احنا فن وبس. يا سلام لو توافق. خلاص يا خواجه، خلاص، مبروك عليهم، سلام. يلا يا وديع قضي الامر. استنى يا بحر، ايه اللي انت عملته ده يا بحر؟ اختشي يا بساطي، مش علشان تحقق حلمك تسيء لعبالنا في الكار، عيب. طول عمرها كده يا بحر، عدوك ابن كارة. كارك ايه بقى؟ قصدك عدوك ابن كلب. شيخ سيد، شيخ سيد، يا شيخ سيد، شيخ سيد، اني علي بحر
مزيكاتي على قده وبنعشقوك عشق. يا مراحل، مين القلب للقلب المراسيل؟ يا شيخ سيد، منك لله. ايه الدخله النشاز دي؟ والله بنحبوك يا شيخ سيد، بنحبوك، بس ضيعت عليا حلمي. ماله ده؟ دخل ليؤجر المرصح من اليوناني فأخبره أنك قد سبقت بالطلب فاستاء وحازن. يا سلام، بس كده؟ أني هندخله للخواجة ونضربه له الطق في طقين ونقوله إن مرصحي كله شتيمة في الإنجليز، ووقتها ما هيصدق إنه يمضي معاكم. معقول يا شيخ سيد؟ هو أنا في ديك النهار لما يبقى في كذا مرصح والدنيا تتملي مغنى ومزيكا؟ راسك تبصوها يا شيخ سيد، أني ما هقولك. اللي ما يفتحش الباب لأخوه ما يستاهلش يلعبها ولا يستحق يشيل عوه، بس هو تطلعوا فالصو. ركبتنا الغلط يا شيخ سيد، بس بشرط تعملوا حاجة من القلب، فن من الروح، يخطف القلب والروح. الله، أنا هدخل للخواجة طربقها، بس وديني لو جيت اتفرجت عليكم وما طلعتوش قد القول لحنفضحوكم. يلا خش عشان تمضي الكونترات. ويلا لو عدوك لنشرفوك يا شيخ سيد. اسكندريه كان فيها 48 مسرح وقف عليهم اقوى نجوم في مصر، عارفه دلوقتي فيها كام؟ كام؟ 4، 2 تبع الدوله و2 قطاع خاص، والاربعه قربوا يقفلوا. تحب المسرح؟ ها، بحب اسكندريه. اسكندريه اللي كانت، اللي لولا البحر دلوقتي انا ما كنتش عرفتها. تعالي، ده بيت اخويا اكرم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. تعالي يا سلمى. سلمى خطيبتي، جبتها عشان تشوفوها وتتعرفوا عليها. يا الف نهار ابيض، ازيك يا سلمى؟ يا قمر، يا سكر، يا عسل، الف مبروك، الف مبروك، اتفضلوا. اهلا اهلا، اهلا بيك. مبروك. الله يبارك في حضرتك. مبروك يا يوسف. الله يبارك فيك يا اكرم. شكرا. الحقيقه يوسف الثالث فاجئني وقال لي تعالي بيت اخويا. انا خفت في الاول وقلت حكايه تعالي اوريكي ماما دي حكايه معروفه، بس طلع في حضرتك والمدام. خساره ما طلعش بيكذب عليا للاسف. تشربي ايه؟ ولا نبعت نجيب شربات؟ والله انت اللي شربات. لا، اشرب شاي عادي. حاضر. أكرم أخويا الكبير وصاحبي وأقرب الناس ليا. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. إيه رأيك بخفافتي؟ إيه رأيك بلطفتي؟ إيه رأيك بخفافتي؟ إيه مش خفك شربات مش رئات لكات اهتز والجنيهات جنب البرلانتي ده جمالي ما وراكش افرح عشان خاطر ومثالي ما صادفش حورية من الجنة هربانة بالعين يا حورية من الجنة هربانة بالعين يا أنا متوجه سخيفة يا بحر. شت، جمد قلبك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ما بنعملوش، بنسمعه يا عم ياسر، بنسمعه. بيسمعه؟ ما فيش سمع. ما فيش سمع ازاي بس يا عم ياسر؟ ده كروان الشرق عبد اللطيف البنا. الله، الحس اللي ما فيش زيه. يرضيك برضه ما نسمعوش؟ تسمعوا زي الهرميه هنا؟ لا، هو احنا عارفين نقرب؟ ما فيش نقرب. في ندخل ونتدارى ونسمع سيدي عبد اللطيف. الله عليك، نبوسك يا عم ياسر. والمرسوب العباسي يا عم ياسر، انت اعجب وادهش من سيدي عبد اللطيف البنا. ربنا يخليك لينا يا رب.
عشري قد اللي كان تسوى الجنيهات جنب البرلانتي. بصوا لها وبصوا لي شوفوا طولها من طولي. بصوا لها وبصوا لي شوفوا طولها من طولي. يا جمالي ده هو لا آدم ولا حواء. يا جمالي ده هو. أيوه يا بصاتي. لا آدم ولا حواء جابوا مثاله وفي وصفي يا ما قالوا. مش خفة شربات مش رئة دلكات. ايه تسوى الجنيهات جنب البرلانتي. بتسرق وترسم وتبيع بالرخيص؟ على قدي أحسن من اللي بيسرق الغالي. أنا بنحافظ على الغالي. لنفسك؟ لا، أنا بنحافظ عليه لينا كلنا. طول عمرك نفري وبتحب نفسك. أنا صدقتك. أنت اللي طول عمرك مستعجل وعاوز تبيع. ببيع شقايا ما بناخدش شقة حد. وأنا ما خدتش شقة حد. زي القمر جدع يوسف، فرحتني لما جبت خطيبتك هنا. ده احنا اهله فرحه النهارده كبيره. ربنا يخليكي. هبقى اقول لكم على يوم الخطوبه علشان تيجوا معايا. هي مش محجبه بس طيوبه واكيد هتحجب لما تتجوزوا صح؟ ملناش دعوه. هي حره. حره؟ حره ازاي يعني؟ سلمى ثقافه تانية. ومال الثقافه ومال الدين؟ على فكره سلمى متدينه جدا. ربنا يكملها لها. هنطلع لها قبل ما العيله يطفشوها منك. مبروك. الله يبارك فيك. حد يسيب القمر ده ويقعد مع اخوه؟ اكيد وحشين بعض. وبعدين انا معاه من الصبح اكيد زهق. هما دول اهلي ودول اللي هيجوا معايا علشان يخطبوكي. انا اتشرفت بيكم. يلا بقى كلم بابا قول له وتشوف هتيجوا امتى. دلوقتي؟ لو مش مستعجل خلاص امشي انا واجي وقت تاني. معاك نمرته ولا كلمه لك من عندي؟ ولا ما يصحش من عندي. لا مش عندي نمرته. طب هات موبايلك. كلم. الو، ازاي حضرتك؟ أنا يوسف. كنت بكلم حضرتك علشان نحدد ميعاد أجيب أخويا ونيجي علشان نطلب إيد سلمى. تمام تمام، شكرا جزيلا، مع السلامة يا فندم. هي بقول مبروك. الله يبارك فيك. قال لي هيكلمني بكرة ويحدد الميعاد. ومالك متاخد كده؟ إيه يا مدام، مفيش زغروطة حلوة زي بتاعت أول ما جيت؟ مبروك يا حبيبي. فين مرسخيك حبيبي؟ شغالين يا خواجة. اشتفعنا الإيجار ومدينك كونتراتو؟ مش حكاية كونتراتو بساطي. أنا عايز شغل مرسخ، عايز جمهور، عايز سكسي، عايز تذاكر. نادرة الوجود وعلي الغلبان اتكتبت خلاص. لا لسه اتكتبت. إيه غلبان دي؟ علي غلبان يجيب الفقر مش جمهور. ليه يا خواجة؟ الغلبان ناس تخبه. تخبه مش تتفرج عليه. نادرة الوجود وبس. ماشي كده ماشي. فين ست نادرة الوجود؟ في قلبي. موجودة يا خواجة، موجودة، بس كله بأوانه. هتشوف حاجة 13 خالص. واخد أسبوع وأشوف بروفات. غير كده مفيش كونتراتو. مفسوخ مفسوخ مفسوخ. مفسوخ جدا يا خواجة، مفسوخ خالص. مفسوخ مفسوخ مفسوخ.
والله لو بوست قفايا ما هيمكن ابدا. مرسح انا في الكرخانه بامتى؟ قيمه مين يا ام قيمه؟ حد يرفض النعمه برجله يا اصداف؟ ده باب السعد. نعمله دور نادره؟ لا يا علي، ده اكل عيش ورزق. لا طب عشان خاطري نادره تموت في اخر الروايه. تعيش تعيش يا اصداف وتعيشي معاها ونعيشوا كلنا. نبوسوا ايديكي هيتخرب بيتنا. شوف غيري يا علي. مفيش غيرك. من حبيبها في الروايه؟ انا اللي هنلعبه. نعم لعبت نفسك عليك والمرسى والعباس لنقوم على المرسح ونقتلوك. اعملي ما بدايه ليك بس قولي اه. لا. طب اقري الروايه الاول. وحدة امك. يلا امشوا من هنا بدل ما تخلوني اصوت ونلموا عليكم الخال. انت بتضحك على ايه؟ وايش دخلوني معاكم؟ نقروا الروايه ايه؟ طوعيني اقريها وهتعجبك. وحياة الغاليه ما بنعرفوا نقروا ولا نكتبوا. احيي ليه بس هتخليني نغلطوا في امك وابوك؟ اضحك اضحك. يلا غوروا من هنا يلا. وأنا اللي هنحفظوكي. هتحفظني ازاي؟ هنعيده ونزيده براحتنا يا اصداف لحد ما تحفظي. بس اوعي تفضحينا قدام الخواجه وتقولي له انك ما بتعرفيش تقري. هتحفظني كل يوم وعلى اقل من مهلي. طيب انا على البحر يا بحر. حفظها على اقل من مهلك ومن دلوقتي. سعيده. القصر من ساعة ما عم زكريا وندرة ما مشوا في حاجة كده مش اللي هي. عم ياسة نادرة وزكريا قلبي حبهم من أول يوم جم فيه القصر، طيبين ودغري، لكن الهب الله يسامهم يمشي ناس ويجيب ناس. حب إيه؟ حب إيه وقلة أدب إيه؟ عيب. أنت راجل بقيمتك يا عم ياسة. وإيه اللي جاب الحب لقلة القيمة؟ أنت لما طلبت نادرة كانت قلة قيمة؟ لا أنا كنت هتجوزها تفرق، لكن البيه كان بيلعب. أنت كده قليل الأدب والقيمة. ليه كده؟ هو كده يوسف بيه كان بيحب نادرة ولو كان يقدر يتجوزه كان يتجوزه، لكن ما قدرش لأن في موانع كتير والدنيا فوق وتحت. وصح الحب بيقرب لكن المخ الدلم هو اللي بيباد. مين اللي مخه دلم؟ انت يا نبوي. إن الذين يعرفون أسباب آلامهم وأحزانهم غير أشقياء، لأنهم يعيشون بالأمل ويحيون بالرجاء. أما أنا فشقية لأني لا أعرف لي داء فأعالجه ولا يوم شفاء فأرجوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ملكومة يا بنت المركوب هتعمل إيه؟ عجرف كتاب. تجري؟ يعني ايه تجري؟
ده ما فيش راجل في النجع كله هيعرف يقرا. يبقى انت هتعرفي تقري. ابوي هتعملي عمل لولدي عشان يكرهني؟ يكره امه؟ ده ملهوش غير انا والطور. هاتي يا بنت زكريا هاتي. عمل ايه؟ بقول لك قصه كتاب خلاص هشيله بعيد. ولا بعيد ولا قريب. هاتي يا بنت هاتي يا بنت. بقول لك سيبيني دي قصه قصه. هاتي يعمل عمل لامه يكرهها. هاتي عمل ايه؟ الحقني يا هلاوي. سيبيني بقول لك. هاتي يا بنت يا هلاوي خلاص. هورم صوتكم زاهق ليه؟ ماسكه ورق وبتعمل سحر وعمل السحاره كتابك.